شيء انا متعوده عليه وعكسها غريبه او عجيبه. طبعا زي ما قلت انا هحاول اسجل لكم بعض المفردات زي ما بسجل بعض الاسئله على كل جزئيه او كل فقره من الدرس عشان نجمع مع بعضنا المعلومات اللي هتفيدنا او اللي احنا لازم نكون مجمعينها من خلال قريب الدرس. كلمه متعدده يعني متنوعه وعكسها اقدر اقول متشابهه او قليله. يبقى الجزئية الأولانية بتكلمني على أهم ما يميز أسرة أمير وهو أنها لها عادات. طب كلمة عادات دي أنا أقدر أقول عليها إيه؟ ده هقول عليها جمع. طب نوع الجمع هنا جمع مؤنث إيه؟ ثاني. طب المفرد بتاعها إيه؟ المفرد بتاعها عادة. طيب إيه هي العادات؟ هي ما اعتاد الإنسان على فعله. العادات دي هي كل الأمور التي اعتاد الإنسان على القيام بها بصفة دورية. كلمة نراقب معناها نلاحظ. هندقق المنظر شوية ونشوف هما بيعملوا إيه عشان يمكن نقدر نتعلم منهم حاجة مفيدة. كلمة إحدى دي هلاقيها مؤنث المذكر بتاعها أحد، وخلي بالك أنت بتتسأل فيها. ممكن تجي لك سؤال مذكر كلمة إحدى وتجي لك اختيارات، المذكر بتاعها كلمة أحد. كلمة المباريات دي جمع ونوع برضه جمع زي ما قلنا مؤنث ثالث مفرد المباراة. تمام. يبقى أنا كده عرفت إن الأسرة متعددة المواهب وكمان ليها عادات عجيبة وغريبة. هبتدي أنا وأنت ننتقل للصفحة التالية من كتاب المدرسة عندي اللي هي صفحة رقم 28. هقف معاك كده عشان خاطر نكمل. يلا الفكرة الجديدة عندنا تبدأ بالمباراة في صفحة الفريقين وتحية الجماهير. ده سلوك إيجابي ولا سلبي؟ ده سلوك إيجابي. تمام؟ ده سلوك إيجابي. كلمة تفوق دي معناها تحية يدا بيد. تصفح الفريقين وتحية الجماهير، تقديم التحية للجماهير. فيعلق الأب على هذا المشهد قائلا، يعلق يعني يضيف إلى هيبتدي إيه يديني كده تعليق، هيديني كده إيه رأي في المشهد ده، على هذا المشهد قائلا إن تصفح الفريقين يؤكد. يبقى علامة يؤكد تصفح الفريقين، علامة يؤكد تصفح الفريقين. هيؤكد لي على ايه؟ أي يؤكد على أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف اللي ده مكتب الصغر، التنافس الشريف يعني في عندي ايه؟ في عندي مكتب وعندي فصائل. أنا ممكن أكتب ممكن أقرأ، وأنها أساس الحب والفريق. يبقى ده اللي يؤكد عليه تصفح ايه التنافس يعني حتى الثاني بيننا وبين بعض. تمام؟ نكمل. أني بقى هتعلق هتقول ايه يا عيالنا لفت نظرك تحية الفريقين. قال تحية الفريقين للجماهير سلوك يعني تفرق. سلوك يعني تفرق. جمعها سلوكي ليه؟ جميل. الأم بقى ماذا علاقة الأم على تحية الفريقين؟ ما رأيها؟ ما رأي الأم في هذه التحية؟ قال لي هذه التحية تلهب حنان الجيران. تلهب هنا هي كلمة تلهب هي بمعنى تشحن. المراد بها هنا إيه؟ هي معناها تشحن. وقصدي هنا ايه؟ المراد منها ايه؟ تحرك. تحرك ايه بقى؟ تحرك الحنان. الحنان اللي هو ايه؟ الاندفاع للشيء. حنان الجماهير. نكمل بعد كده. هنكمل بعد كده.
الإدارية، وفيها أسماء استجابة المباراة عرقلة لاعب يدخل السقط على الأرض، عرقلة لاعب ده سلوك إيجابي ولا سلوك سلبي؟ طبعاً إحنا بنسميه سلوك سلبي، لا يتماشى مع الروح الرياضية، لا يتماشى مع الروح الإيه؟ الرياضية. ليه؟ لأن المفروض زي ما أنا قلت لك الرياضة مكسب وخسارة، أقدر النهاردة أحقق مكسب بكرة أحقق خسارة، مش مشكلة، المهم إن أنا أكون عاملة اللي عليا. في أسماء خلال المباراة عرقلة لاعب منافس فسقط على الأرض، وأنظر الحكم اللاعب المنافس فقام على الفور الاعتذار إلى المنافس. زي ما قلت لك في سلوك سيء، هنا هنلاقي في سلوك ايجابي، زي ما كان في سلوك سلبي هنا هنسميه ده سلوك ايجابي. ايه هو السلوك الايجابي؟ ثقافة الاعتذار، ثقافة الايه؟ الاعتذار، ان انا لابد ان اعتذر عندما ادرك اني مخطئ، لابد علي الاعتذار عندما ادرك اني مخطئ. هذا لا يقلل من ايه؟ من شأني او يقلل من مكانتي، بالعكس الاعتراف بالحق فضيلة، الاعتراف بالحق فضيلة. احتمال هنا قصدي بها ايه؟ قصدي بها ايه؟ شد شدة، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، وهما المشجعين بس الماتش ايه حدث، المباراة تخلص، لو بيقولوا كده ايه هما بيتفرجوا على الماتش. أسماء اعتذار المباراة عرقلة، عرقلة هنا يعني معاقة أو منع لعيب منافس، كانت نتيجة هذا ايه؟ وسقط على الارض هذا النادي. ماذا فعلت؟ انا عندي حكم ليه دور وعندي لاعب مخطئ كان ليه دور. الحكم انظر هذا اللاعب المخطئ، هل اعترض اللاعب المخطئ؟ لا لم يعترض، بل بالعكس اعتذر عما بدر له منه من سلوك غير رياضي. تمام؟ يبقى انا عندي النقطتين دي، هلاقي في سلوك سلبي وفي سلوك ايجابي. السلوك السلبي اللي هو خروج على الروح الرياضيه، انه لعبه دي ممكن تكون فيها سبب نظره او فتحه، لعبه ممكن يقع وقع خطا يموت، هو كده ده تصرف غير لائق ولا يتماشى مع الروح الرياضيه. تمام؟ كان دور الحكم ان هو انظر كده لعبه ممكن، ده من واجبات الحكم داخل المباراه، والحكم ده اللي احنا بنسميه القاضي بتاع المباراه. طب هل اعترض اللاعب بالعكس؟ قام على القول بالاعتذار، هو ايه؟ الاعتذار يعني بقى اعترف بخطئه واعتذر عنه، وده بسميه سلوك ايجابي، ده بسميه سلوك ايه؟ ايجابي، اللي هو تقصير الاعتذار، تحط الايه؟ الاعتذار، معايا؟ طب فهرجع للكوتيج سؤال او اثنين، ماذا حدث؟ اثناء احتمال المباراة وما نتيجة ذلك؟ زي ما اتفقنا ان هو اعاق او عطل لاعب منافسه فسقط هذا اللاعب على الارض، قام الحكم باعتذار اللاعب المخطئ وقام اللاعب المخطئ بالاعتذار لمنافسه. هنكمل طبعا، اكيد هيبقى الاب والام ليها تعليق على الموضوع. على مصطلح الام القائمه، ما اجمل ان نبادر يعني نسارع، نبادر يعني نسارع، ما أجمل أن نبادر بالاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين، في حق الإيه؟ الآخرين، اللي هو أنا عليك سلوك إيجابي، خط الاعتذار. ثم أكمل الأب، قال الأب: هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم يداه خلف ظهره؟ خلف هنا يا أولاد معناها وراء، خلف هنا معناها وراء، مطقطق الرأس، مطقطق يعني خاطب، مطقطق يعني خاطب، والمطقطق رافع. ده دليل على اعتراف الايه؟ اللاعب المخطئ بخطا، ده دليل على اعتراف اللاعب المخطئ بايه؟ خطا، انه لم يعترض على تصرف الحكم او على عقوبة الحكم له، بالعكس كمان اعتذر ايه؟ الى منافسه وساعده في ان هو ايه؟ يقوم من على الارض ده. تمام؟ يبقى كده ده كده الجزئيه دي فيها عدل، سلوك سلبي وسلوك ايجابي. السلوك السلبي هو ان هو عدم التمتع بالروح الرياضيه، تعريض اللاعب المنافس للخطر، والسلوك الايجابي اللي هو الثقافه الاعتذار زي ما قلت لك.
معايا؟ نكمل الجزئية اللي بعدها. الأم، إنها كانت تعلمنا، يبقى ده أهمية متابعة ممارسة الرياضة. بتعلم منها إيه؟ احترام القواعد والقوانين. يبقى دي كده اللي بنتعلمه من الرياضة. هتعلم منها حاجتين، احترام القواعد والقوانين، وإيه كمان؟ اللي هو إيه؟ النبوء، الاعتذار، عدم الوقوف في حق الآخرين. يبقى دول حاجتين أنا هتعلمهم من الرياضة. يبقى ماذا تعلمنا الرياضة؟ اتعلمنا من حاجتين، ان اللاعب احترم قرار الحكم، احترم القواعد والقوانين، وكمان الاعتراف عندما نصف حق الايه؟ الاخرين، وتستمر اسره في مشاهده المباراه ويجذب انتباه الجميع. يجذب هنا يعني يجذب انتباه الجميع، وعكسها يسلم او ينفذ. احتفاظ احد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملائه، هلاقي ده سلوك سلبي ولا سلوك ايجابي؟ ده سلوك سلبي. ايه هو السلوك السلبي ده؟ وهتقولي نتيجة السلوك السلبي اللي هو ايه؟ الأدبية. وانا اهم ما يميز الرياضة الجماعية هي التعاون مع افراد الفريق. اهم ما يميز الرياضة الجماعية يجب ان اكون تعاون مع افراد فريقي، لان انا افراد الفريق عندنا ايه؟ عندنا هدف اساسي هو تحقيق الفرق. فحينما قام اللاعب بتحفظ الكره لوقت طويل نتج عن ده ايه؟ نتج عن ده ايه؟ ان الكره تسقط منه، ان ايه؟ نتج عن ده ايه؟ اختصت الكره فاخرج الفريق الاخر اخرج بمعنى سجل. أخرج بمعنى سجل. يبقى أنا عندي السلوك السلبي اللي هو قلت لك عليه الأنانية، وكان نتيجة الأنانية دي إن الكرة اختطفت من هذا اللاعب، وقام الفريق الآخر بتسجيل إيه؟ بتسجيل هدف. يبقى هذا اللاعب أضاع مجهود فريقه. وأهم ما يميز الرياضة الجماعية إيه؟ هي التعامل. يبقى أنا عندي سلوك سلبي أهو أو سلوك سيء. الأنانية اللي هو الأخرى، حب النفس، تفضيل النفس، عدم النظر إلى إيه؟ إلى مصلحة الآخرين، إلى مصلحة الجميع. والرغم كل هو هو أول واحد يعرف إن الرياضة الجماعية أهم ما يميزها هو تعاون أفراد الفريق. نكمل وهنا علاقة الأفضل. الأفضل هيجي التعليق على الجملة دي، إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية زي ما قلت لك تعاون أفراد الفريق. يبقى دي الميزة الكبرى لأي رياضة جماعية، إن الأفراد الفرد بيتعاونوا مع بعض، زي ما قلت لك بيبقى هدفهم واحد هو تحقيق الفرد، تحقيق النقص، وبالتالي هذا اللاعب أخطأ، هذا اللاعب إيه؟ أخطأ، وقد أخطأ اللاعب عندما تصل من الكرة لوقت إيه؟ طويل. معايا؟ قبل ما أنتقل لنقطة جديدة أقول لك أنا عندي في رياضة جماعية، وعندي في رياضة فردية. الرياضة الفردية دي ما بتحتاجش للتعامل، أنا بس بلعب باسمي، بلعب بنفسي، فأنا مش محتاج للتعامل، لكن أهم ما يميز الرياضة الجماعية هو إيه؟ التعامل، هو الإيثار. الإيثار ده يعني قلنا قبل كده خدناها اللي هو إيه؟ تفضيل الآخرين، أنا ما بفضلش، أنا ببص في المصلحة العامة. طب أمثلة الرياضة الجماعية زي يعني كرة القدم، زي المباراة كده اللي بنتفرج على أحداثها دلوقتي. عندي ايه كمان غير كرة القدم؟ قالت عندي كرة السلة، وعندي الكرة الطائرة، وعندي كرة اليد. دي كلها أمثلة للإيه؟ للرياضة الجماعية. طب الرياضة الفردية عندي زي إيه؟ قال لي عندي من الرياضة الفردية عندي التنس. هتقولي هو في أحيانا بالتنس بس برضه اثنين قصاد اثنين، لكن برضه بنسميها الأساس هو لعبة فردية. واحد قصاد واحد، حتى اثنين قصاد اثنين ما كملناش زي فريق مكون من 11 لاعب او فريق مكون من 8 لاعبين او 7 لاعبين وهكذا. عندي التنس، عندي السباحه، عندي العاب القوه. هتقولي ايه هي العاب القوه؟ اللي هو المصارعه، الجمباز، اللي هو رمي الجله والباليه. تمام؟ كل دي امثله
ده له يعني
أزادوا أو تخطوا الحد. طلعوا على النص، خرجوا على النص، بالغوا التعبير عن فرحة. فينبغي أن نعبر عن فرحة بالفوز في أدب. لماذا؟ ليه؟ أنا هعبر لمراعاة مشاعر الآخر. يبقى الأم هنا أجابت السبب وراء الإيه؟ السبب وراء التعصب أو الفوضى اللي هي في مدرجه. حكي إن الفريق المنزل رفض أن يتقبل الهزيمة برامج الرياضية، ورفض إن هو إيه؟ إن هو يحمل الفريق الهدف. والفريق والشوط الثاني جاب لي الفريق الفائز بالغ، زودوا أول فرصة بعدهم عن الفرصة. أنا لابد أن أعبر عن فرحتي في أدب. لماذا؟ مراعاة شغل الآخرين. الأب كما أن كثيرا من الجماهير كمان إيه؟ لا يمارسون الرياضة. ده هدف ده حاجة ثالثة. دي حاجة ثالثة. عندي حاجة أولى وثانية وحاجة ثالثة. معظم الجماهير لا تمارس الرياضة. ولهذا أنهم يثيرون الشغب، الفوضى، التدمير، التخريب. عند الهزيمة أو سواء بيتهدم أو بينتقد يعني شغب، لأنهم مش فاهمين معنى الحقيقي للرياضة. الرياضي الحقيقي هو الذي يسعى للفوز في او الرياضي الحقيقي يجب ان يحلل الاخلاق الرياضيه، فلا يقاتل منافسه بالاخلاق الرياضيه ولا يعتدي عليه بالاخلاق الرياضيه، ويسعى للفوز بنزاهه وشرف. يبقى ايه هي الاخلاق الرياضيه اللي يجب ان يحرص عليها الرياضي؟ لا يقاتل منافسه، لا يعتدي عليه، يسعى للفوز بنزاهه وشرف. لو احنا قدرنا نحقق المعادلة دي هنقدر نقضي على الايه؟ على الفوضى والشغب داخل المدربات، ونقدر نحقق المتعة من ممارسة الرياضة أو مشاهدة. يتبقى ليا نقطة أخيرة أقول لك، الرياضي الحقيقي هو الذي يمارس الرياضة. من هو الرياضي الحقيقي؟ الذي يمارس الرياضة والذي يتحلى بالأخلاق الكلمة، والذي يتحلى بالأخلاق الايه؟ الكلمة. وبكده يكون النهارده خلصنا شرحنا لدرس الرياضة والتكامل. أرجو أن تكون استفدتوا. طبعا احنا عندنا في مذكرة ملحقة معانا اللي منها هنرجع ليها، هنرجع للأسئلة والمستندات الموجودة فيها. لو في أي حاجة معاك أنا إن شاء الله هرد على أي استفسار من استفساراتكم من خلال الساعة 7 للساعة 8 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.